ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين ومسلمين، امين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، امين. قال في صحيحه وزن مع كتاب مناقب الانصار رضي الله عنهم، قال: باب ذكر حذيفه بن يمان العبسي رضي الله تعالى عنه. قال: حدثني اسماعيل بن خليل، ماشي مر. قال: اخبرنا، قال: حدثني اسماعيل بن خليل قال: اخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما كان يوم وطد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله عليكم السلام ورحمة الله. قال: فرجع أولاهم على أخراهم حفظكم ربي جميعا وأحسن الله إليكم. فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه رضي الله عنه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة رضي الله عنه: غفر الله لكم. قال أبي رضي الله عنه: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. باب ذكر حذيفة بن يمان رضي الله عنه وارضاه، وبيان فضل حذيفة بن يمان. تعلمون أن حذيفة بن يمان أسلم هو وأبوه وطاف بالبيت، واشتد عليهم أهل مكة وقالوا: أنتم تذهبون إلى محمد تقاتلون معهم ضدنا؟ فقالوا: لا، ولكننا نذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو قالوا: نذهب إلى المدينة. تركوهم وذهبوا إلى النبي وقص عليهم القصة، وكان المسلم على مشارف بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اذهبوا. معناه هذا العهد لأهل الكفر لا يلزمون بالوفاء به، لا يلزمون بالوفاء، هم يلزمون بنصرة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اذهبوا. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم من أجل أن يؤسس أسسا عظيمة في أخلاقيات أهل الإسلام. فأهل الإسلام أهل وفاء وأهل إحسان. فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وحذيفة بن يمان، تعلمون حذيفة يعني كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله اختاره في ذلك لما أحسن إلى الصحابة الكرام، لأنهم في أحد يعني اختلط الأمر عليهم وحصل ما حصل من معصية الرماة، ثم كانت الدول الأهل الكفري، فقاتل بعضهم بعضا حتى هم التفوا حول اليمن وهم يقاتلونه. يقول حذيفة: أبي أبي رحمكم الله، أبي رحمه. شوف هو يقول: أبي رحمكم الله. فقتلوه، فقال: غفر الله لكم، غفر الله لكم. فأعطوه الدية فجعلها في المسلمين، جعلها في قراء المسلمين. لذلك قالت: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. حذيفة هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في سفرة وأوحى الله إليه بأسماء المنافقين، ليس الكل، وإلا قد قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن أعطاه بعض أسمائهم فعلمها حذيفة، حتى جاء عمر بن الخطاب يلتف حوله، حيثما صار حذيفة يسير خلفه عمر بن الخطاب ويقول له: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسماني لك، يعني سماني منهم. وهذه أيضا لا يأمنه إلا منافق، لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. شوف النبي ملائكة يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يخشى نفس النفاق. وهم من؟ هم زكاهم الله من فوق 7 سماوات. وهذه لا تكون إلا لمؤمن، لأنه لا يأمن نفسه، ما يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، وهذا الذي خوف النبي. وأم حبيبة قالت له: تخاف أنت الذي قال فيك الله جل في علاه ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك ومتأخر؟ قال: ما لي لا أخاف، وقلبي بين يدي بين إصبعين وأصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وقال الله تعالى مخوفا لعبادي وأيضا مطمئنا لهم: إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك إذا استدام افتقارك قربت نجاتك، إذا استدام افتقارك قربت نجاتك. كلما كنت مفتقرا وأنت تعلم أنه لا توفيق إلا بالله جل في علاه، ولا تعلم قط على شيء يمكن يعني أن تنجو به إلا أن مأمنك بين يدي الله جل في علاه، فأنت محفوف برعاية الله وعنايته.
وكلما ركنت لنفسك إذن أراد الله هلكتك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباحا مساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. وحذيفة عندما ترك الدية في المسلمين قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير بقية خير حتى لقي الله. دليل إيش؟ إيه اللي يعني يا مجنون؟ الزبير؟ مين الزبير؟ هو في الزبير احنا يا ابني تكلموني عن قصيده كانت اول امبارح. الزبير مين؟ ما كانش على الزبير خالص. لا مش اسف انا عايز افهمك. الزبير ماله؟ ما اللي احنا فيه؟ ها يا اخواني هذا كلام عائشة. ما زالت بقية فيه حذيفة الى يوم القيامة. دي معناه انه لما تبرع بالدية لأهل الاسلام الله جعل فيه بقية خير في قلبي وثباتي وسدادي وفلاحي موفقا مسددا. ولذلك كان شوف انت ترى عمر الخطاب كان يتتبعه ويصلي، هل صلى خلف الميت ولا ما صلاش؟ وهو ايضا نفسه الذي قال لعمر الخطاب ونبأه بما سيحدث عندما قال ايكم يحفظ الفتن؟ قال حذيفة انا. قال إنك لجريء لله أبوك هاتي. قال فإن الرجل في أهلي ومالي تكفر الصدقة والصوم. قال لا لست عن هذا أسأل. قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. قال ما لك ولا بينك وبينها باب؟ قال يفتح الباب فهم في وقتها فهم أيفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن حق له أن لا يقوم. وهذا الذي حدث ما قام اليوم الناس هذا، وأصبح المرء الناس في فتنة عظيمة هوجاء كما قال حذيفة. قتلوه ورموا بعده خيرا، ولو كان في قتل الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا. وإلى يوم الناس هذا الدم لا توقف. نعم هذه العدوى. قال البخاري رحمه الله باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنه. مجنون ذكر هند ولا ذكر هند؟ هند ليه يا زول؟ هذه ممنوعة من الصرف يا زول. هند ممنوعة من الصرف. وبعدين بقى هترفعوا ايديكم هتجيب لي العلة ليه ممنوعة؟ طيب وهتجيب لي اقوال العلماء في ذلك. انا لا اهتم بالخلاف في اللغه، لكن بقى اي حد هيتفرعن يطلع جنب تحتمس. احمد اسماعيل ده سيد ما حدش يقدر يتكلم بقى شيخ. وبعدين جزاك الله خير. صدقني ان لم تاتي بها على وجهها كامله المساله ستكون لها. أنا أريدها كاملة. طب اسكت خلاص. يعني شوف حبيبي، هي كمصر. شفت بقى مصر كهند. رأيت بقى ها إيه بقى هو؟ خلاص قل. لو قال اهبطوا مصر. طيب لو اسم البلد يبقى مصر، لو اسم مكان. شوف احنا في قاعده في هذا الباب على الثلاثي الساكن وسط. يعني زول اسكت يا زول. انتم خربتم اللغه اكثر مما خربها المصريون. انتم جعلتم اللغه لا يعرف لها الا الحدود الافريقيه. احنا خلاص احنا جعلنا لها رونق اخر. تجد كل البشريه مع كل لكنتهم حتى لا يعني شوف بيغنوا مصر. يا ما يعني حتى الحان جايبها مصري. ها افسدنا الناس. والله كان مشكله كبيره. والله يا شيخ انا ارى ان يعني الاعلام الذي نملكه افسد الشيطان مش افسد الناس، افسد الشيطان. مين ما يا مجنون؟ ها سلمى وابتساماته عريضه. مالك انت واخدها بالنص كله سلمى حفظتها؟ يعني هتاتي بيها كامله؟
عارف السؤال. ده بيقول لي السؤال ايه كده؟ شيخنا مميت بجد؟ لا ان شاء الله الثمرة سيراها، اقسم بالله ستراها. بس المهم ابقى على هذا، ابقى على هذا. يا فلاح ما عندك، يا فلاح ما عندك، يا فلاح النوع الخفيف ما عندك، يا فلاح قل لي عندي الخير. ابتسامته بتتعبني والله. هند يا شيخنا، هند تزوجت عمرا، ساكن الوسط ليس يا شوف بص شفت 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 أبهت الكلام. يعني انت انت ما هو مالك خدها، يبقى انت خدتها وانت انت يعني صوت ماشي. لكن هو يعني هو ما من صرف، يبقى اخونا اخونا احمد قرأ قراءة يستعتب عليها. قال باب ذكر هند وصاه، نونها هو الان، هو نونها هو الان. كيف بقى صح كده وصح كده؟ هو شفنا يعرف هند، يعرف هند تزوجها؟ لا ممكن يلونها. ماشي كملها بقى كلها. هو بس وجيزة أجاب إجابة صحيحة. آه لا الحمد لله. آه أتمها كلها بقى، بدل نخلي الدكتور هند سيدنا الأصل فيها، الأصل من علم ماشي علتان لمنع النصر. إلا إذا كان علم ثلاثي ساكن الوسط فليس فيه المنع فليس فيه. ما نقول بقى لا خلاص، طالما ساكن الوسط جاز فيه، جاز فيه التنوين وجاز فيه عدم التنوين. ممتاز. يعني يقال هند ويقال هند كما قال احمد هنا، باب ذكر باب ذكر هند فصح ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه قال كتاب، قال مناقب الأنصار، قال باب ذكر هند بنت عتبة. برضو نصيرها نونها الآن. ليش نونتها؟ لا أنا مش عارف ليه. طيب ماشي. ما نونهاش هيقراها إزاي؟ ها؟ قال ذكر هند بنت عتبة كده. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ طب ما هو الله شفت بقى، ما هو شفت عمل إيه بقى هو؟ ها؟ هي بتكسر إيه؟ تكسر بالفتحة. أنا قلت لك الراجل ده متين. تفضل كمل. بص نادر، بص نادر منشرح الصدر جدا من أجلك. قال ذكر هند بنت عتبة لربيعة رضي الله عنه. قال الإمام علي رحمة الله وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهلي خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائي. استغفر الله. من أهل خبائي. استغفر الله. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبائي أحب إلي أن يأني أن أنا بس هي أنت الخاء فتحتها لي وجبتها منين مفتوحة؟ أنا كل ما أقول خباء من الخبيئة ممكن يكون ندخل معاها بس مش جاية معايا. ها؟ أنا قرأتها من خبر. طب تفضل أستاذي. قالت ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل من أهل خباء. حاشا الله حاشا الله حاشا الله حاشا الله. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وأيضا والذي نفسي بيدي. قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. طيب هنا هند بنت عتبة رضي الله عنها أرضاها امرأة قوية ليست بالهينة. هند بن عتبة أيضا يعني كان لها كلمة عجيبة جدا عندما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النساء على ألا يزنين ولا استوقفته. قالت أو تزني الحرة؟ وكانت كافرة يعني حتى وهي كافرة أو تزني الحرة ولو كافرة لها شخصية أو تزني. يبقى المرأة المبتذلة هذه ليست امرأة اللي هي أصلا تذهب لهذا وذاك وهذا،
هذه ليست امرأة أصلا، هذه تعتبر إيش يعني. المهم أنه المرأة الرفيعة القدر، يعني أنا أقول هذا يعني حتى جبلة وديانة، المرأة رفيعة القدر لا تبذل نفسها إلا لمن أحبت حقا. إن كانت عزيزة رفيعة القدر ما يمكن تبذل نفسها قط، ولو الدنيا ارتربت حولها، إلا إذا أحبت بصدق بذلت نفسها كلية لمن تحب فقط، ليفهم كيف فاز وحاز بأمر هو أصعب وأشق ما يكون، لأنها أحبته فأعطته. وهذه هذه هذه حقا في هذا الباب في المرأة رفيعة القدر. فهند قالت له أو تزني الحرة، وتعجبت هند رضي الله عنها وارضاها، تعلمون أنها يعني اشتدت على أخيها أبي حذيفة في إسلامه، وهي كانت زوج من؟ زوج مكة بأسرها، أبو سفيان مكة بأسرها، وكانت تشتد على أبي سفيان. وأيضا لما أسلم أعتقد إما سبته مسبة شديدة أو صفعته، فلما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فاشتد النكير منها عليه بطريقة قوية. هي امرأة قوية، وهي كانت تأخذ معاوية وتضرب فيه وتقول إن لم تبلغ السرية لا أم لك. يعني تربي أولادها على هذه القوة. فهند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها أبوها سيد مكة، وكان أعقل الناس، كان من أعقل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استمعوا لهذا صاحب الجمل الأورق لإيش لنجوا، وهو قال لهم، وهو لما ذهب يعرض عليه وقال رأيت أحدا فعل ما فعلت بقومي كما تفعل، ثم قال له يا محمد إن أردت المال جمعنا لك مالنا فصرت أغنانا، وإن أردت السيادة، شوفوا أن هم ينازعوا في السيادة، يعني هذه المسألة فيها نظر أيضا، إن أردت السيادة ما صدرنا إلا عن أمرك، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب. قال انتهيت أبا الوليد، انتهيت أبا الوليد، ثم قرأ عليه إيش فأنذرتكم صاعقة، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنشدك الله والرحم على ما قال يعني. وسكت لما ذهب، قالوا والله سحره محمد. لما رجع إليهم رجع بغير وجه الذي ذهب به، قال والله سحره محمد. فقال أيها الناس خلوا بين هذا الرجل وبين العرب، إما يجعل الله له سلطانا فعزه عزكم، أو قتلوه فارتحتم وما ترتختم بدمه. كان عاقلا، علم أنه سيكون له شأن، فقال فوزوا بهذا الباب واتركوه العرب. هو لو كان يفهم الناس لما يجدون جوهرة متلألئة، يعني الإشكال في هذا الباب أنه يريدون طمسها خشية على أنفسها، مع أن اللؤلؤة إذا كانت لؤلؤة إشراقتها إشراقة حقيقية يعني أصلية ليست مزيفة، كل من مر عليه الشعاع لابد أن يلمع ولابد أن يكون أن يستفيد، يعني لن يغطي على أحد ولن يأخذ حق أحد بحال من الأحوال. رأيت من كان مجهولا، من كان خسيس الفعل، اقترب من أهل الدين صار مرموقا، صار مقبولا، الناس بذلوا له محبة لأنه فقط يعني اقترب من أهل الدين، وهو خسيس الفعل وضيع المقام، ارتفع لكنه لا يستطيع. الذي يعيش مع الخنازير أو يعيش حول الذباب، أو هو ما يعيش إلا والذباب حوله، ما يستطيع أن يعيش حوله الفراشات أبدا أبدا، سريعا ما يرجع إلى ما هو عليه، إلا إذا أراد الله شيئا يعني آخر فيكون بالله جل في علاه. الغرض المقصود أنهم يعني لو استمعوا له لفازوا ولحازوا. فهنا هند أيضا بنت أبيها وعقلها راشد، شوف لما جاءت تشتكي دخلت قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، ما يعطيني مال إلا ما أخذت من ورائه من أجل الأولاد. فقال المسلم لا أراه إلا بالمعروف. مسألة هند أنها يعني كل أهل الإسلام يتحملون عليها، وطبعا الروافض الخبثاء كما على ذلك، أنها أكلت كبد حمزة، هذا لم يصح. كل الذي فعلته الناس استأجرت إيش وحشي، استأجرت وحشي لقتل حمزة، وليته واجهه ولا يستطيع، ما في، لو الجبال واجهت حمزة خسرت. هو نفسه يقول فاختبأت خلف الصخرة، بيقول قلبه ارتجف لما رأى
قال فكلم فلان كان كافرا فقال له حمزة تعال يا ابن بنت مقطعة البذور، فاهم؟ ويقول فاختلف الضربة فكأنه أمس الذاهب، ضربة واحدة منه شقه نصفين قضه نصفين، فوقف يختبئ له وحشي مرترفا حتى نال غرة فألقى فرماه بالحرب. ده الذي فعله حمزة، لا يواجه حمزة، لا يواجه، وهذا بإجماع كل قريش، حمزة لا يواجه، ما حد يستطيع يقف أمام حمزة. ولذلك لما جاء حمزة وسمع بأنه سب أن أبا جهل سب محمدا صلى الله عليه وسلم، ذهب في دار الندوة، وليس هذا من أكابر بني مخزوم، وهم ليسوا بالهينين، فصفعه وقال له شوف ده مش كده، مش بيصفع فقط، يا ريت صفعه وقف وبعدين اشتد الأمر بينهم، صفعه ثم قال ايش ردها علي إن استطعت. ما في حمزة لا يواجه، لذلك النبي قال له أحشي لا أراك، ما أريد أراك، فهو ما أخذ إلا حين غرة، والله تعالى أراد ذلك حتى تكون تتمة الأمر لحمزة سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. لكن القول بأنها أكلت من كبدي هذا لم يصح، هذا لم يصح عليها رضي الله عنها وأرضاه. الكلام في الحديث هنا كلام مزعج، يعني قالت ما كان يعني أحب إلي أهل الخباء أن الكلمة التي قالتها هذه، طبعا كانت صادقة، ثم قالت ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل الخباء أحب إلي أن يعزوا من أهل الخباء. طبعا هذه تستفاد منها مسألة أعظم ما تكونوا شيء، ما شاء ولي ما الأولياء برضو لهم في هذا الباب، الإيمان يغير القلوب، ماشي ممتاز والله جيد ممتاز. أهل مصير الولاء والبراء، ماشي ثمرة لو ايه ماشي يا استاذ الكبير، الاستاذ الكبير الصغير تفضل اجب يا عبد الله، الله اكبر رضي الله عنك، يدك تتلألأ. ماشي ماشي، هو طبعا في نعم انا اتفضل. يا اخوان هو اخوان نعم صحيح صحيح، قد اقول هذه ايضا ماده اختبار الايمان في القلب، انظر تريد ان تعير ايمانك في تعير من العيار يعني من فاهم، تعير أمام الإيمان في قلبك، انظر ما تتمناه ل ل ل ل لكبير القوم أو لعالم الدنيا أو لطالب العلم أو لمن تحب أو لإخوانك، وانظر في قلبك المعايرة هنا في هذا الباب، أو قل المقايسة هنا تقيسها بذلك. لما كان الكفر في قلبها كان عيار القلب إيش نازلا، تقول تحب أن كذا لهذا الخباء بالنبي ومن مع النبي، لما أسلمت وأدخل الله الإيمان في قلبها كيف 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 تمنت، كيف يعني كان في قلبها على أصل الولاء والبراء، قالت أحب أن يعزوا. فحقيقة الإيمان أن تنظر ما تتمنه لإخوتك وما تتمنه لمعلمك، ما تتمنه لمن يكون فوقك، هذا معيار إيمانك، هذا معيار إيمانك. فهي لما الإيمان تمكن من قلبها صدقا قالت وما من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، خلاص يعني يعز عليها، يعز عليها نعم، لأنها أسلمت حقا وأمانت حقا. هي من مسلمة الفتح، هند من مسلمة الفتح. هذا حديث رواه البخاري أيضا في موضع آخر عن يحيى بن بكي، حدثنا ليس حدثنا يونس به، وعن أبي اليمان أخبار شعيب عن الزهري به، وفيه تسمية الخباء دارا. في الحكم والفتوى على الغائب، وأنا من حكم شيء يأخذ به من غير علم الظالم، مثل قوله تعالى ولذلك سيأتي مثلها، وأنا عقبت فعقيب مسلمة عقبت من به. الحقيقة في هذا الباب لابد أن نقول كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم على 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 أبي سفيان وهو يعني لم يسمع منه، لا مخرجان نعم، لا هذا حال مخصوص في البيت، لا مخرجان ماشي مجنون.
يعني انت تناوش من قريب. سيبك منه بقى مال تمالك يا ريه، انا عايزين اللي عندك. لا لا الامر الثاني ان قد علم او قد اشتهر حاله، اشتهر حاله على الناس، ما في حد قال بذلك. شوف بص، هذا له وجهان، الوجه الاول ان هذا واحد وخلصت. ها الوجه الثاني اللي هو مهم جدا في هذا الباب، نقول هذه فتوى، هذه فتوى، والمفتي يفتي على قدر ما 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 ما, ما, ما قيل له، هذه فتوى وليس حكما عاما. نعم. لو ايه انه جاءه الوحي ان ابا سفيان كذلك. لو ايه خلاص، هي بتشتكي بتتظلم، اي حد بيتظلم ما لن نكذبه ولن نرده. هي قالت انه رجل مسيح شحيح مسيك لا يعطيني المال الا كذا وكذا، تظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع لها واعطاها جواب، فقال خذي منه من ان كان كما تقولين، يعني خذي منه ما انت ولدك ما يكفيك بالمعروف. وفيها انه يجوز المرأة ان تتظلم بذكر عيب في من يظلمها ولا تزيد، ما تكلمت عنه في أي صفة أخرى، فقط في فيما. ولذلك علماء يقولون من تظلم فزاد على صفة المظلمة فيكون قد اغتاب. ولذلك حتى قالوا المستشار مؤتمن لو جاء يستشيرك على قبول شخص أو رأى أو على رده، إن قال شيئا يرده فزاد عليه الزيادة غيبة، مع أن هذه أصلا مستثناة لا يقع في الغيبة. ليه؟ لأنه هو مستثنى لمطلب، المطلب أن تعطيه الصفة التي يرد بها بس، أما تزيد أنت مغتاب، لو زدت تكون مغتابا. نعم ماشي. هات ماذا تقول؟ يعني كده وكده، هذه فتوى ما في. اي امراه تقول ذلك متظلمه يقبل كلامها؟ ما الذي يجعلني انكره؟ سؤال منعطف ايش؟ لما قال له ذلك ما شكك فيها، هو قال له اشتكت منك في كذا، اجب يحل المسألة بينهما، فاهم؟ هي قالت له يضربني، ماشي، ما قال لها خذي القصاص واضربيه، قالت واذا صمت امرني بالفطر ويصلي الفجر. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم قالت اشتكت منك، يعني قالت كذا وكذا وكذا، لأنه ما أفتها بشيء هو أصلا، هي ما جاءت تستفتي، أما هذه جاءت إيش؟ تستفتي. ماشي. لو إيه؟ نعم الأصل في النفقة، ومالك خالف ذلك، الأصل يقدم قول الزوج في النزاع، بعضهم قال لا يقدم الزوج العرف يعني على أنه هو الذي ينفق. في الحالتين قلنا هذه فتوى وليس حكما، فرقوا، هذه فتوى وليس حكما. ماشي يا شيخ مصير. قال الإمام عليه رحمة الله باب، قال حديث زيد بن عمرو بن رفيل رضي الله عنه، قال الإمام عليه رحمة الله حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم البلدح ده وادي قريب من مكة، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. هنا تيمية حفظها الله نقلت عن شيخنا الشيخ صالح، نقلت عن شيخنا وسيدنا أنه قال مغايرة الفتوى عن الحكم والقضاء، الفتوى الظاهر
والحكم يلزم قول الطرفين. ماشي، يعني هذا يؤكد ما بيننا لك. قال وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. قال الإمام عليه رحمة الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال موسى حدثني سالم بن عبد الله قال ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن رفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب يعني الله يعني بيقول له هل أنت كل الدين ربنا ربي أغضب عليك أولا ومع ذلك ما هذا هلك من أجل نجاة. قال وإني أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. أعوذ بالله من غضب الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله. طب قف هذا ينمي لك عقيدته مش هي عقيدته يا درامي وجيزة يا صاحب القواعد دكتور ها شفنا مسألة الخطيئة الأولى أفضل شيء في 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 الكتب الحديث أنها تجعل الإنسان يعمل النظر حقا ها مين؟ الحرب ايه؟ الان هو بيتكلم وقال لابد ان تاخذ قسطه من غضب الله والنصارى قال لابد ان تاخذ قسطه من لعنه الله اللي فعلها. يا زول محدثنا العظيم عشان نبقى خبر ها؟ هو هذا عقيد ماشي صوت الله يعتقدون أنهم يدخلون النار رضحا من الزمن ثم يخرجون بعد ذلك. شوف في سورة آل عمران وش قالوا ها إلا أياما معدودات ها قالوا ما لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قالوا نحن سندخل النار بعض الوقت ثم نخرج منها إلى الجنة وأنتم تدخلون النار تخرجون منها. قال كذبتم والله لن تخرجوا منها. فهذه هي عقيدتهم. تفضل. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. قال الإمام عليه رحمة الله فقال الليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غير. وكان يحيي الموقودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنته فيأخذها فإذا فرعرعت قال لي أبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. الله شوف هنا زيد بن نفيل هو ابن عبد الحزة بن رياح العدوي والد أحد العشرة سعيد بن زيد وزوج أخت عمر بن الخطاب. شوف انظر يعني نسل طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث زيد أمة وحده وراه بن سعد في الطبقات وقال عشرة مسلم
مات قبل المبعث. قال سعيد بن مسيب توفي وقريش تبني الكعبة قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. عن زكريا السعيد أنه لما مات دفن بأصل حران. ابن إسحاق أنه لما توسط بلاد لخ عدوا عليه. وعند الزبير قال هشام بلغنا أن زيدا كان بالشام، فلما بلغه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يريده فقتله أهل ميفع. قال البكر يا قرية من أرض البلقاء بالشام. هنا الإمام علق تعليق زي الليث بن سعد وقال الليث كتب إلى هشام. أسنده ابن سعد في الطبقات عن أبي أسامة حماد بن أسامة حدثنا هشام فذكر الحديث، وابن إسحاق أخرج عن هشام فقال حدثنا هشام فذكره. ويجوز أن يكون من رواية عبد الله بن صالح عنه كغالب عادته. وأخرجه البخاري في الصيد من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه لقى زيد بن عمرو بن نفي بأسفل بلدح وذكر وذلك قبل نزول الوحي. والحديث هنا يقول قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال فقدمت إلى سلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وهذه فيها دلالة على أن ما ذكر اسم الله عليه يؤكل وما لا ذكر اسم الله عليه لا يؤكل، لكن هذا على تفسير الشافعي وإلا على قول الحنابلة. أحد يفصل هذا الكلام؟ أنت فكر أنا حفوت لك الفهلوة اللي أنت بسامي غلط غلط. أهلا وسهلا وعلا بيه أقول لك تعالى شو معي شايف القهوة. أهلا أنا أقول إذا تجيب إحنا أمس النتيجة كانت كم؟ 15-2. شوف 15 دكتور يعني، وهو أصلا لعب معنا تنس طاولة أخذ 25 ورمضان قال له خلاص اليوم مش يومنا، قال له الأمل موجود الأمل موجود صلنا أربح الأمل موجود. مين اللي كان نجم؟ أنا بحسب يا حد انت شو الله المستعان. ماشي المهم ان انت ما نرفزتنيش امبارح رجل كان مش بيشوط الكورة. الحمد لله. طيب ادي بقى يا شيخ محمد طبعا كنت تعويضا هذا هو مما لم يذكر اسم الله عليه معناه انه ذكر اسم الاصنام، فاهم ليش؟ لانه اصلا بيقول اصالة الاسماء ليست واجبة، هي عنده اصلا التسميه غير واجبه، فهو بيقول لهم انا لا اكل ما ذبح على النصب ولا ما لم يذكر اسم الله عليه، لا اكل الا ما ذكر اسم الله عليه، لانهم كانوا يذبحونه للآلهة يسمون عليه آلهتهم. فلذلك كان زيد بن عمرو بن نفي لا اكل، وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله، يعني هذه كما قلنا فيها شيء من تقريب خلقته واعبد غيري ويقول رزقته ويشكر سواي. فهنا قال بأنه الله خلقها وأنزل السماء من السماء ماء لها وأنبت الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله. الرجل كان موحدا، ولما ذهب اليهودي فسأله عن ذلك والنصراني هو يقول له لابد من غضب الله، يعني شوف أنا العاقل الرشيد لا يقبل ذلك. عندما قال له يعني كيف أكون على دينكم؟ قال لابد أن يغضب عليك الله بعد وقت، لابد أن تدخل في غضب الله. نشوف أصلا عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده قال ما بك؟ قال أشترط. قال ما تشترط؟ قال مغفرة ما مضى. قال أما علمت أن, 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 أن الإسلام يجوب ما قبله؟ أبقى أشوف انظر نعم. فقالوا ذلك فقال من غضب الله أفر، من غضب الله أفر. ودي مثلها في شرعنا، مثلها في شرعنا. أنا ما كنت أريد الماء السيد جابها ممكن منديل أنا أسف. يعني بعد التشريع ماشي مجنون، تفضل مجنون أحسنت. اللي هو إيش بقى؟ لما قال لهم اجمعوا حطبا
احتضروا الحرارة ثم أشعل فيها النار قال ادخلوا فيها. فبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة، أنا أسف جدا حبيبي، بالسمع والطاعة، بعضهم قال ذلك وبعضهم قال والله من النار إيش فررنا، فلا سمع لك ولا طاعة، إحنا أصلا ما أمناش بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا نفر من النار، فلذلك قال من غضب الله فررت. فتركه ثم وجد نصرانيا فقال له يعني لن تدخل في ديننا حتى 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 تصيبك اللعنة، يلعن أولا، قال من لعنة الله فررت، يا هذا ليس بدين، حتى أتى إلى دين إبراهيم عليه السلام فكان وأنشد الناس أنه على دين إبراهيم زايد بن عمرو النفيل. وهذا الحديث برمته دليل واضح جلي على مسألة عظيمة. قم يا نحيف قلها بقى أو اطلع بره عشان دي مش هتيجي في هلوة، مش هتيجي في هلوة. قرأت الحديث اقرأ وما حس النظر. الأستاذ الكبير محدثنا، طبعا أنا قلت محدثنا ليس نداء، دي جاءت بعد إيش؟ بعد ابتداء الأستاذ الكبير محدثنا يعرف إبراهيم، الأستاذ الكبير محدثنا، الأستاذ ده لسه جبنا أستاذ، محمد في الحديقة، محمد مبتدأ وفي الحديقة صفة، كبير محدثنا الإجابة مش شفنا أن قريش ليس من أهل الفضل بس وصل هذا من أهم، شفت أنا حيث هذا من أهم الأمور، لأنه الأخ لما عرضني بشنقيتي وقلت له شنقيتي فوق الرأس لكنه ليس صلى الله عليه وسلم، يعني بيحتج بأن هم من أهل الفضل، قال أنا محمد الأمين قال بقول الله تعالى لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبل، قلت له الإجماع على أن ما أتاهم من نذير المقصود بها إيه؟ الرسالة، ليس إيش؟ ليس رسول، الرسالة. أنا رديت عليه كده، نقل عن شقيقه أنه قال ذلك، قال أشكل علي فهتطلب الإجابة، لا بس حقا يقول بذلك شقيقه، يقول بذلك، يقول أن لأنه يقول مسألة إن الجزم بأبوي النبي فيها نظر لمسألة الفترة هذه، هم ليسوا أهل الفترة، منين أصلا قالت له ابن زي ابن جدعان، ابن جدعان كان يصل رحم يقرأ الضيف ما له عند، قال لا شيء له، لم يقل يوما رب اغفر لي، من وين عارف رب اغفر لي خطأتي يوم، من وين عارف يوم الدين أصلا؟ نعم، فهي المسألة ظاهرة. نعم طيب الباب الذي بعده أستاذ. قال الإمام علي رحمة الله باب قال بنيان الكعبة. قال علي رحمة طبعا كما قلت أنا آسف نردد، حديث زايد بن عمرو النفيل دال دلال واضح جدا على أن القوم أتاهم إيش؟ أتتهم الرسالة، هو أصلا ورقة بن نوفل من أدل من أدل الأدلة، من وين تنصر هو؟ من وين تنصر؟ قال الإمام علي رحمة الله حدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريش قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عماد أبا علي عماد قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل حزارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الإمام علي رحمة الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد من أبو النعمان يا نصير؟ محمد بن فضل السلوسي عن عمرو بن دينار عارم هذا؟ نعم عارم؟ عارم هو عارم لقبه ابحث يا اسمه زول يا زول ايوه نعم ايوه هو انا مستني وانا عم اقول لي مش عارف بتسالني هو عالم ولا مش عالم؟ عالم يرحمكم الله ماشي اتفضل شوف اعمل الاردنيين بيعملوا ايه فاهم فهلاوه دي مش فهلاوه دي بقلاوه. قال عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن ابي يزيد انهما قالا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط
كانوا يصلون حول البيت، حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. يعني باب بناء الكعبة يتكلم عن أولا الكلام عن حديث جابر رضي الله عنه قال: ما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك رقيقة من الحجارة، فخر إلى الأرض. هذه فيها أولا بناء الكعبة، وبناء الكعبة كان عام 25 من الفيل قبل تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة عاما، ولد في ربيع الأول من عام الفيل للنبي صلى الله عليه وسلم. طمحت عيناه يعني ارتفعت إلى السماء. وفي هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، يعني كان أيضا كان شابا يافعا عندما كان ينقل الحجارة. ولما بنوا الكعبة حدث بينهم نزاع شديد جدا، من الذي يكون له الشرف في أن يضع الحجر؟ فيعني اختلفوا اختلاف عظيما في هذا الباب. قالوا: أول من يطلع علينا يحكم بيننا. شوف بقى، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله جل وعلا أن يبين لهم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كأنه أيضا في هذه إشارة إليه، أن هذا هو الذي ترجعون إليه وتختصمون إليه، الرجوع يكون له. فطلع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف الأمر كيف يكون، ثم أخذ الحجر فوضعه بيده بأبي هو وأمي. وفيها هنا أن البناء كانت فيه بناء الكعبة كان فيه نقص الركنان الشاميين صح؟ ما فيش جدار. اقرأ الجزية. على دائرة المسجد، يعني هكذا البيت فقط. هنشي الكلام مش في البيت نفسه، حوله كحريم المسجد. الحاصل الركنين اليمنيين او ركنان اليمنيين كان لم تدخلها الركنين اليمنيين في الكعبة لتقاصر النفق. تقاصر النفق ده عندهم اموال تغطي بحور، لكن لتقاصر النفق الحلال أموالهم كانت من الربا، وكانوا لا يبنون المسجد من الحرام. أفقه مننا من جوانا شغالين بطريقة، شوف يقول لك الراقصة الفلانية بنت مسجدا في مكان فلاني على ونعم. هنا يقول كفرة مش مسلمين، كفرة، فما أتموا بناء الكعبة بالمال الحرام. والناس لما أراد أن يدخلها قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر هدمت الكعبة لما نتوها على قوائم إبراهيم. لما علم ابن عمر ذلك كان فقيها، قال: نعم، إذن هذا يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس الركنين الشاميين، ولكنه مس الركنين اليمنيين، عكست أنا. ولما عائشة قالت لا أريد أن أصلي في الكعبة، قال: سأصلي في الحج، لأن ستة أزرع من الحج داخل الكعبة خرجت لتقاصر النفق. بناها ابن الزبير على نفس بناء إبراهيم عليه السلام وعلى قواعد إبراهيم، لكن لما جاء عبد الملك بن مروان وجاء الحجاج عليه من الله ما يستحق، ألف ما يستحق الحجاج، وصلب الزبير هدم الكعبة. وبعد ما هدم الكعبة بناها على ما كانت عليه، فعلم عبد الملك بن مروان أن الذي فعله الزبير كان هو الصحيح، وكان أخذه من من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأمر بهدم الكعبة وبناها على ما كانت. فقال مالك: لا، تعتبنا عقاد إبراهيم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة في يد الأمراء. وحد يفعل وحد دعوا على هذا، فأبقى الله على هذا، والله حكم وشؤون. نعم، الفؤاد المستنبطة. أهل مكة، أهل قريش لم يكونوا من أهل الفترة. نعم، كان عندهم يا رجل، شو عندي ليه؟ أقول لك
احرام لي؟ اوقفوني وانا طالع البيت اكتر من ناس عمال في شركه معانا كلموني قال بالنسبه لنا شهادة الاستثمار فقلت له حرام. قال لي طب والشيوخ الذين يقولون بالحل هتعملوا معاهم ايه؟ والله بهذه الطريقه. فسبحان الله يعني. وبعدين يعمون على الناس تعميه. هو ابن عباس قال بان ربا الفضل جائز والمساله خلافيه سلفيه. المساله خلافيه وهابيه يعني هي لصقت. هي الحقيقه الانسان عندما يعادي الدين ما استطيع ان يجابه انه يعادي الدين. الحجر والشجر سيحاربه فيلبسها يلبسها لبس يعني شخص يجعلها شخصنة يجعلها طائفة فهم يجعلها شخصنة على الطائفة فقط. هذا الرجل لا أحبه. أنت أصلا ما بتحبوش أنت ما بتحبش دينه أصلا أنت بتحاربه عشان دينه أصالة. فهي المشكلة أن هم يلبسونها أشخاصا. فقلت له الأمر على الحل والحرمة الدليل اللي هو الحاكم في هذا الباب. فالحمد لله قال لي أنا أقتنع بما قلت ولله الحمد لله. لا نجاة إلا بالتوحيد. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله لنبيه ما رؤيا بعد ذلك كاشفا عن عورته قط. مع أن عمه ما أراد له إلا إيه؟ إلا أن يمنع ما يقع على كتفه من الضرر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.